متابعين معكم وبهدف استعادة الثقة بلبنان وإطلاق خطة النهوض الاقتصادي وأيضا مواجهة التحديات، افتتح دولة الرئيس سعد الحريري منتدى المال والأعمال بأوتيل فينيسيا. هالمنتدى يلي بيضوي على رؤية الحكومة ومساعدة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات. تفاصيل أكثر عن المنتدى منتابعه سوا بهالتقرير لزميلنا خالد أبو شقرة. أول شيء هذا مؤتمر الاقتصاد، يعني مؤتمر فيه مصاري فلازم تسمح ولا لا الرئيس. ممازحا الحضور وراسم الضحك على وجوههم، افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤتمر استعادة الثقة السهل الممتنع من تنظيم شركة كونفكس، واللي بيهدف لجمع القطاع الخاص مع العام ومساعدة الدولة على رسم خريطة طريق اقتصادية بتشجع على استعادة ثقة الداخل والخارج بالبلد والمؤسسات. اسمها حكومة استعادة الثقة، ونحن عم نحكي باستعادة الثقة وفاتحين مجال جلسة للقطاع العام وجلسة للقطاع الخاص لنشوف شو العوامل اللي ممكن نطورها لحتى نشجع الاستثمار ونرجع نحرك الوضع الاقتصادي بالبلد. صار من تطور إيجابي بالأوضاع السياسية كان له أثر إيجابي أيضا على الاقتصاد، النمو رح يتحسن وبالرغم من هالصعوبات، ولكن ما لازم واحد ينتظر انه هالشيء يتم بين ليلة وضحاها. نحن دائما عم نأكد انه عندنا قدرات، لبنان عنده قدرات حتى بالظروف الصعبة. نحن صار لنا سنتين اطلقنا برنامج، اطلقنا رؤية واضحة اقتصادية اجتماعية، وكان ناقصها يمكن هالتوافق لحتى تمشي. بدأت استعادة الثقة بوجود دولة الرئيس سعد الحريري لانه بشكل عامل استقرار مهم جدا للبنان. القطاع الخاص عم يوقف اليوم أمام فرصة ذهبية تتمثل بوجود حكومة ثقة وطنية عم تعمل كل جهدها لتذليل العقبات وإعادة الزخم للحياة الاقتصادية، ولعل لهالمؤتمر أهمية كبيرة بنقل صوت رواد الأعمال ووجعهم إلى المسؤولين بعد ما ضاعت صرخاتهم خلال سنوات التعطيل والفراغ بالمدى. منذ أن أتت حكومة الرئيس سعد الحريري تحت عنوان استعادة الثقة، وهي لا تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتحاول النفاذ من خلالها لترجمة هذه الاستعادة، استعادة الثقة، إلى واقع فعلي، لابد من إجراء بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية وما غيرها، ولابد من تحديث البنى التحتية الإنشائية والاقتصادية والاجتماعية حتى يقدر المستثمر ويقدر المواطن يشعر أنه صار في عنده خدمات حياتية ملموسة بجودة أفضل وبكلفة أقل. المطلوب الوعي، المطلوب نظرة جديدة لكل الأمور اللي جاية. إن شاء الله هلأ تقطع قصة قانون الانتخاب ونقطع هالعملية هيدي، بس حان الوقت أن الشعب اللبناني، كل المؤسسات، كل الناس في لبنان ترجع تنعم بهدوء أكثر، باستقرار أكثر، ومن هون ببلش موضوع الثقة. دون شك أنه العهد الجديد مبلش كان بانطلاقة جيدة، بس بعد نقصه قانون الانتخاب نتمنى بأسرع وقت يحطوه على الخطة الصحيحة. على الحكم والحكومة أنه يكونوا بمستوى هالمرحلة وما يضيعوها، لأنه بيكون الفاتورة كتير كبيرة وبتصور ما بتتعوض. استرجاع الثقة بالاقتصاد سهل، أما الممتنع فيعمل على تذليله على كافة المستويات. استعادة الثقة طريق صعب وطويل، بس إذا كان في فئة واحدة بس ينزوم لاسترجاعها لأنها من فقدت ولا بلحظة، فهي فئة لبنان وباللبنانيين واللبنانيات، فئة فيكم جميعا بقدرتكم على الإبداع والإنجاز والانطلاق وإبهاش العالم.
لهون نكون وصلنا لختام الحلقة، ومثل العادة بنختم مع تقرير رياضي. بكرة تقرير رياضي تقرير رياضية بكرة أكيد حلقة جديدة على الساعة 7:30. باي. تحمل المباراة التي ستجمع اليوم الأربعاء بين بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب دور 8 لبطولة دوري أبطال أوروبا كل سمات مباريات الكلاسيكو التاريخية، وتعتبر المواجهة بين الفريقين لقاء تكرر عدة مرات خلال تاريخ المنافسات القارية، كما أن المباريات السابقة تدلل على أن هناك نية وندية وتكافؤ كبيرين بين الناديين للفوز. والتقى الفريقين الألماني والإسباني 22 مرة في البطولات الأوروبية، حيث فاز بايرن ميونخ في 11 مباراة وفاز ريال مدريد في 9 مواجهات، فيما كان التعادل سيد الموقف في مبارتين. وتقابل الناديين 10 مرات في المواجهات الإقصائية، تمكن كل فريق فيها من التأهل 5 مرات. واعتاد بايرن ميونخ على بسط سيطرته على مواجهات الفريقين في ميونخ، فقد حقق 9 انتصارات وتعادل وحيد وخسر مرة واحدة، إلا أن الفريق البافاري في المباراة الأخيرة بيناتهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 أذاق ريال مدريد البايرن مرارة الهزيمة برباعي نظيفة في ألمانيا ليفوز 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. في الإطار، غادر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي امبارح مران فريقه بايرن ميونخ بعد 20 دقيقة فقط من المشاركة فيه نظرا لشعوره بألام في الذراع الأيمن، وأجرى بايرن تدريباته استعدادا للمواجهة. ليفاندوفسكي بدأ الميران بشكل طبيعي ولكنه عانى من مشكلات في ذراعه، لذا ترك الميران. ومن المنتظر أن يشارك المهاجم البولندي في مواجهة الملكي اليوم، رغم أن هذا الأمر يمكن أن يجعل إصابته تتفاقم. وكان ليفاندوفسكي قد أصيب في مباراة بايرن أمام بروسيا دورتموند في البوندسليغا، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 4-1. وشارك دافيد ألابا وخابي مارتينيز في تدريبات امبارح بعد ما غابوا عن التمارين الجماعي باليوم اللي قبله، كما عاد حارس المرمى مانويل نوير ولاعب الوسط توماس مولر بعد تعافيهم من إصابتهم. أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إقالة إدغاردو باوزا مدرب المنتخب الأول من منصبه على خلفية النتائج السيئة للفريق تحت قيادته. وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني في تصريحات مقتضبة نقلتها موقع 442 امبارح 3، لقد أبلغنا باوزا أنه لم يعد المدير الفني للمنتخب الوطني، وتولى باوزا المسؤولية الفنية في آب أغسطس الماضي خلفا لجيراردو مارتينو بعد ما قاد الأخير التانجو لحصد المركز الثاني في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي بعد الخسارة أمام تشيلي بالدور النهائي. وقاد باوزا المنتخب الأرجنتيني في 8 مباريات بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وحصد 11 نقطة من 3 انتصارات و3 هزائم وتعادلين. وبيحتل التانجو المركز الخامس في التصفيات ب 22 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر البرازيل، ونقطتين عن كولومبيا الثاني، ونقطة وحيدة عن أوروغواي، وتشيلي الثالث والرابع على الترتيب. رغم انسحابه من سباق جائزة الصين الكبرى المرحلة الثانية من بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى الفورمولا 1 بسبب مشكلة ميكانيكية في سيارته، أكد السائق الإسباني فرناندو ألونزو سائق ماكلارن أنه راضي عن أدائه وأنه سيواصل الاستمتاع بالسباقات إلى أن تصبح السيارة جاهزة. وصرح ألونزو لوسائل الإعلام: كان الأمر ممتعا للغاية، لم نتمكن من استكمال اللفات لكنني راض، مضيفا بأنه سيظل يستمتع بالسباقات إلى أن تصبح السيارة في حال جيدة. وانسحب السائق الإسباني بطل العالم مرتين بعد اللفة 35 في السباق المكون من 56 لفة على حلبة شنغهاي الدولية. وكان ألونزو قد تمكن من بلوغ المركز السادس في السباق اللي اضطر ليغادره بسبب مشكلة ميكانيكية في سيارته بعد ما واجه مشكلة فنية أيضا أجبرته على الانسحاب من سباق أستراليا الافتتاحي قبل أسبوعين.